دكتور نبيل بتقول لنا ان احنا خلصنا 9 زي ما قلت كده كده 9 مناطق. ال9 مناطق دول تم طرحهم، اتفضلي حضرتك، تم طرحهم. وطرحهم ايه؟ كان الاول الشروط بتاعه الموضوع عاليه قوي، الكراسه غاليه جدا والمقدمه غاليه جدا مش كده ولا انا ممكن تشرح لي؟ ومن فضلك استريح، فضلك استريح. شكرا يا فندم. هو احنا بدايه الطرح سيارتك كان في السابق سعر الكراسه كان بيتراوح من 2000 ل 2500 جنيه. وصل سعر الكراسه اللي فيها الشروط من 300 ل 500 وفقا لمساحه الوحده اللي هو بيطلب ان هي يتم تخصيصها ليه. كنا بناخد مصاريف فحص وتكاليف معياريه، كانت سيارتك بتتراوح بتصل حدها تقريبا لغايه 15000 و17000. تم الغاء هذه المصاريف بالكامل، ما بناخدش اي مصاريف للفحص ولا للترسيه. كان مقدم الحجز الجديه بعد ما بيتم الترسيه عليه 50000، وصلت حضرتك ل 10000. تم اتاحه هناك مساحات مختلفه طبعا، بتبتدي من اول 48 متر لغايه 700 متر الوحدات وفقا لطبيعه كل مجمع. تم اتاحه مساحات متعدده، يعني اللي عايز يعمل مساحه اكتر من 700 متر متاح ليه ياخد لغايه اكتر من 8 وحدات نقدر ان احنا نفتحهم وان هو يبقى مصنع متكامل لو هو دراسه الجدوى ومشروع يتطلب هذه المساحه. كل دي حضرتك اجراءات. في اجراء مهم لو انا قلته، كان اللي ما بيتمش الترسيه عليه ويحب يتظلم كان بيدفع سيارتك مصاريف تتجاوز ال 11400 جنيه. طبعا كل ده تم الغائه في سبيل ان احنا من طرح هذه الوحدات الغرض الاساسي ليها هو فعلا اتاحه اماكن ومصانع مجهزه بالرخصه وتكون جاهزه فعلا للتشغيل الفعلي. بجانب هذا احنا وفرنا حضرتك برامج تمويليه متخصصه، سواء زي ما سيارتك افادت من خلال جهاز سميه المشروعات بيصل تمويل ممكن لكل مشروع لغايه 10 مليون جنيه، راس مال عامل والات ومعدات، ومن خلال التعاقد مع اكثر من 10 بنوك برضو لتوفير التمويل الميسر. واحنا ان شاء الله في سبيلنا لطرح باقي المجمعات بعد الانتهاء من بعض الاعمال البسيطه جدا الخاصه بالتشطيبات النهائيه. شكرا. شكرا جزيلا.